sunsets make me forget. Five kiss, no fear. I sue in a Cadillac. I don't think this can become the path that they. I don't wanna wait forever. Tell him to let it slip and go. I know you deserve way better. Let the voicemail let me know. She just wants to dance the night away. I just love your smile, that city state. Slip and go. I know you deserve way better. Let the voicemail let me know. I don't wanna miss out on you. السلام عليكم. اهلا فيكم في فلوج جديد على قناتنا فلوج. يمكن راح يكون اول فلوج من الفلوجات الصيفية. مثل ما عم تشوفوا احنا مصيفين, صاير كتير حر في كوريا, واليوم مثل ما شفتوا بالعنوان جايبيكم لمكان جديد, لمدينة جديدة كمان احنا رح نكتشفها اليوم معاكم لأول مرة. المدينة اسمها سوون, وجبناكم بالتحديد للمكان التاريخي هذا. ماني عارفة عليه معلومات, رح نشوف رح نكتشف كل شي مع بعض, فخليكم معنا. يلا فبيقولوا هذا كان زمان مكان باب سري بيجيبوا فيه الأكل والأشياء بعيدا عن عيون أعتقد اليابان الوقت هذاك. This was in the like Japan war time. No. Oh, كرام. جوسان. قبل حتى يعني قديم جدا, في عصر جوسان. Which way? على فكرة المكان كثير كبير مثل ما وريتكم من برا, فهو كان كأنه يعني مملكة مملكة عليها سور طويل أعتقد. شوفوا لين هناك, فشوفوا من هناك كمان إنهم كانوا حاميين المكان كله بالسور بالأسوار. Oh my God, كتير حار. المكان اللي جايبتكم عليه اليوم وراءه قصة كتير مثيرة للاهتمام. ما كنت عارفتها أول ما جيت على المكان, بس بعدين دورت وقلت ضروري لازمني أشاركها معاكم. إيش هو هذا المكان أصلاً؟ المكان قلعة اسمها هواسونغ, موجودة في مدينة سوون, وهي بتحيط حول سوون كلها. انبنت القلعة هذه ما بين سنة 1794 و 1796 من طرف الملك جونجو, الملك 22 لمملكة جوسان. من الأسباب اللي خلت الملك يبني هذه القلعة واللي وراها القصة هي أنه كان حابب ينقل ضريح أبوه من المكان الأصلي اللي فيه لوسط القلعة, تعبيرا على احترامه لأبوه ولا أوليه, وممكن نقول كمان ردا لاعتباره, ورح أقولكم بعدين ليش. الأسباب الثانية هي أنه كان حابب أنه يخلي مدينة سوون العاصمة الجديدة لكوريا. إيش بيميز القلعة هذه عن باقي الأقلاع أنذاك؟ اللي بيميزها انها كانت سابقة لعصرها. الطريقة اللي انبنت بيها كانت متطورة بالنسبة لأنذاك, وكمان الآلات اللي استعملت فيها استعملت لبنائها كانت آلات جديدة أول مرة تستعمل. والطريقة اللي انبنت بيها من حيث الهندسة, الأسوار مثلا مثل ما
عم تشوفوا معاي معمولة بأحجار دائرية، وهذه الأحجار الدائرية انعملت عمدا لأنها لا تنهار بسهولة حتى لو هجمت بالمدافع. كمان انبنت بحيث أنها تحمل عشرات الأسلحة والمدافع، واعتبرت العنصر القتالي الأقوى في القرن 18. هلا خلينا نرجع لقصتنا اللي قلت لكم مثيرة للاهتمام، واللي معمول منها كمان فيلم على فكرة، رح أخلي لكم اسمه في صندوق الوصف عشان تشوفوه. أنا كمان لسه ما شفته بس رح أشوفه أكيد. وبس كديتيل، فهذا الممثل الحلو هو اللي ممثل في الفيلم، ماني عارفة اسمه بس هو مشهور كتير، أكيد رح تكونوا عرفتوه. قصتنا الأساسية تدور حول أنه أحد أسباب بناء القلعة كانت أنه ينقل ضريح أبوه احتراماً ليه وولاءً ليه وكل هذه الأشياء. الموضوع في قصة حياة أبوه هو ولي العهد آنذاك المعروف باسم سادو. بقول ولي العهد لأنه فعلياً ما صار حاكم في حياته، مات قبل أنه يصير حاكم. سادو كان طفل كتير مشاكس، ما كان يهتم بالدراسة على أنه كان وريث العرش الوحيد، لأنه أخوه اللي أكبر منه مات، فما كان يهتم بالدراسة وكان كتير مشاكس وكانت اهتماماته مختلفة. فهذا الإشي كان مخلي علاقته بأبوه كتير متوترة. أبوه كان يغضب عليه من حيث هذه الناحية، لأنه عشان تصير ملك فلازم تدرس وتصير ملم بكل ما يخص الدولة، ولكن سادو كان عكس كل هذا تماما، ما كان بيهتم أبدا. فكانت علاقته مو حلوة مع أبوه، وكان دائما يستنقص منه، ما يعجبه أي شيء بيعمله، دائما ينقص من قيمته قدام الحشود الكبيرة. فكان سادو كده معروف مسخرة. سادو رح يكبر ولكنه ما رح يتغير، وتصرفاته رح تزيد غرابة، ورح تزيد من غيظ أبوه، ورح تخلي علاقته بأبوه أسوأ وأسوأ. سادو رح يوصل به إنه يصير يقولهم إنه بيشوف الأشباح وبيشوف الإله ما إله، وهذا الإشي رح يزيد من ندرة أبوه السيئة لإنه. وما وقفت القصة هنا، بل صارت تصرفات سادو كتير عنيفة، فصار يستقصد العمال اللي بيعملوا في القصر، صار يبهدل وصار يقتل حتى، وصار يتحرش بالخادمات ويفرض حاله عليهم، فصار يعني خارج السيطرة. وبالنسبة له فهذه ردة فعله وتمرده على والده اللي على حسبه هو ما كان بيحبه، وكان ما بيعجبه العجب، لأنه حتى كان رغم أنه يعني الأشياء اللي كان بيعملها، ولكن لما كبر خلاه يشارك في إدارة الدولة. ورغم ذلك فأي قرار كان يتخذه سادو ما كان يعجب الملك، ومثل ما قلت لكم ما راضي بأي شيء بخصوص ولده، بيتمنى لو هذاك الولد ما كان ولده. بيقولوا كمان أنه في فترة من الفترات بعد ما تزوج رجع يعني اهتم بدراسته وكده، ولكن والده يعني ما كان راضي بالأشياء اللي بيعملها. المهم الوضع ما رح يوقف لهنا، سادو رح يوصل به انه رح يتهجم على القصر ورح يحاول يقتل ابوه، ولكن ما رح يتم هذا الاشي. وبعد كل التصرفات العنيفة والدموية والمشاكل اللي عم يعملها، ايش رح يحكم عليه والده؟ رح اخليكم مع بريك كافي تايم، وارجع اكملكم. حاولوا تتصوروا ايش رح يعمل الملك في هذه الحالة. ايش راح يحكم عليه والده اللي هو الملك؟ راح يحكم عليه انه ينفذ يعني القتل في نفسه، يقتل حاله يعني كعقاب له، ولكن ولده ما راح يقدر يعمل هذا الاشي. فاخر حل كان بالنسبة للملك على حسب ما بيقولوا، انه لو اتحاكم على انه مجرم فما راح ينقتل هو بس، او
يمكن رح ينسجن هو وعائلته تنقتل أو ينقتلوا الجميع، فتفاديا لأنه عائلته تنقتل لأنه فيهم كمان ولي العرش. فالحل اللي إجا به الحاكم إيش؟ حكم عليه بأنه جابوا صندوق خشب تبع الأرز في عز الصيف، وحكم عليه بأنه لازم ينحبس وسط هذا الصندوق وبيحطوه في باحة القصر في شهر 7 في عز الصيف ويموت بهذه الطريقة البشعة. بيقولوا إنه الولد توسل لأبوه عشان يعفو عنه، ولكن الملك ما سمع منه. وعلى حسب ما شفت لقطات في الفيلم، فبيجي الحفيد وبيطلب وبيبكي وبيطلب من الملك إنه يعفو على والده، ولكن ما بيعفو عليه. وفعليا صادو بيضل لثمان أيام وبيموت بعدها. فلما بيفتحوا بيكون فعليا مات بعد 8 أيام من الجوع والعطش وفي عز يعني الحرارة في الصيف. فهيك مات سادو. وهذه بتكون قصة ولي عهد جوسون اللي مات على يد أبوه. ومثل ما قلت لكم فهذه ضلت يعني جرح في قلب الملك ابنه جونجو. فلذلك مثل ما قلت لكم في أول قصة قرر إنه ينقل ضريح أبوه ويعني يعني احتراما له ولاء ليه وردا لاعتباره ربما. هذه كانت القصة. خلوا لي آراءكم تحت بالكومنت، ولا تنسوا تشوفوا الفيلم، أنا كمان رح أشوفه. رح أخليكم الحين مع الجزء الثاني من الفيديو واللي هو زيارة لقصر الملك. I was thinking three people just suddenly. كيف كانوا يلبسوا زمان؟ هذه تشبه تونغوما. كتشي. This. It's her. I think هي نفس الوجه. شوفوا راسي كيف حلمه. قمر. أحب أشوف الزخارف هذول كتير حلوين. عم تاخذ صور. حاطين أغاني تقليدية. أيوة. كوبويا. عاملين تمثيل. قصر والحراس هنا عم يعملوا أغاني شعبية، يرقصوا على الأغاني الشعبية كأنه احتفال. يعجبني أدخل وأخرج كده من الأبواب، أحس كأني في متاهة. شفتوا كيف تدخلي من مكان تطلعي من مكان؟ صراحة حابة أدخل الداخل أشوف إيش فيه، بس بيقفلوهم. أكرم راح على الجهة الثانية. شفتوا كيف تدخلوا من مكان تاخد تطلعوا من مكان ثاني؟ Thank you.
كتير قريب الباب. عندهم بالطوابق. وفي ريحة خشب. بالي المكان. هذا أعتقد الأكل زمان. كاتبين إنه طعام ملكي للملكة الأم. في هنا بيض، في سمك، أشياء حساء، أرز. هذا الإجاز الكوري. بيقولوا المشهد يصور زعما إنها تلبس كيف تلبس ملابس الكورية التقليدية. شوف كيف صغيرة الغرفة. هنا عم تخيط. عم تحيك يعني. شوفوا كيف الأبواب كثير قصيرة. فكنت أسأل أكرم إذا الكوريين زمان كانوا قصار، لأن الأبواب كثير قصيرة. فبيقول لي إيه. مطبخ. بيجهز لا يطلع. بيقولوا شو كيف كانوا المطابخ. دي غرفة، غرفهم كانت كتير صغيرة. The rooms were very small rooms and very simple, just the bed. بيقولوا ايش بيسوي يعني. هنا بيشرحوا السين ايش هي. ومن هنا في باب، هناك في باب، هناك، وتروح كمان من هنا ورا مثل المتاهة كأنك عم تلعبي. قاعدة مقولة أكرم. غير انهم قافلين يعني كتير ابواب كده، وبيكونوا شارحين كل مكان. هنا مالي خلق اقرا كل شيء. هذه مساحة القصر. شفتوا كيف تدخلوا تطلعوا تدخلوا تطلعوا. والغرف كثيرة. باب هنا. كاتبين هنا انه المكان هذا يعني المساحة الكبيرة هذه كانوا بيعقدوا فيها الحفلات وكذا. وبيقولوا انه ما اعرف اني ملك هذا كينغ جونجو كان عقد فيها عيد ميلاد امه 60، وكانوا احتفلوا بالناس اللي بنوا المكان اللي كنا فيه من قبل الاسوار وكذا، فاحتفل فيهم هنا وكانت حفلة وكذا. شفتوا كيف تنعقد الحفلات هنا. في لسه السور هناك، في الغابة، في السور هناك. يبقى
احنا هنا، هذا المكان، الخريطة طبعا. هنا الساحة اللي جينا منها، هذا المكان. هذا بس تابع للقصر، شوفوا كيف البناء مختلف، بناء هنا سيمبل أكتر. كانت هدم في القرن 20 ورجع تم بناؤه في 2005، وعلى حسب ما قالوا إنه مخزن هيك. أنا شفتوا هنا البناء مور سيمبل، يقولوا إنه بحط كنفي يحطوا فيه الأكل وكده تخزين. كانوا كتير قصار، أقل من متر وثلاثة وستين. أنا متر وثلاثة وستين. anyways قولوا لي إيش رأيكم، أرجع أتكلم مغربي، أحط subtitles بالعربي وأعبر أفضل، ولا معليش أكمل كده؟ لأنه هي صراحة كده أسهل بالنسبة لي، ولكن أحس إني ما بعبر بطريقة حلوة بطريقة صحيحة وكذا كلام أكون يعني رايدة إني أقوله وما أقوله بسبب هذا الإشي. فقولوا لي، أنا ماني عارف، خلوا لي تعليقاتكم تحت، رح أقرأها ورح نقرر مع بعض. فأعتقد رح أكتفي بهذا القدر، رح أكتفي بهذا القدر. مثل ما قلت لكم المكان كثير كبير، فهذا الفلوج رح يجي كثير طويل. أتمنى أنكم استمتعتوا معايا، خصوصا للناس اللي تحب الأماكن التاريخية. لازم أكملكم نكمل هنا في المكان الحلو هذا. فأتمنى أنكم استمتعتوا معي، أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية، وبحالكم، وخلوا لي كومنتات كتير ولايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب لو أنتوا لسه ما أنكم منضمين لقناتنا. وإن شاء الله لما أكون أحطيت هذا الفيديو أكون أوريدي منتجت الفيديوهات اللي عندي، لأنه حاليا أنا بصور هذا الفيديو فأنا غايبة عليكم. عندي فيديوهات لازمها بس إيديتين، أتمنى أني أكون حطيتها. ولسه رح يكون فيديو العرس بعدين، وفيديو الفوتوشوت تبع العرس. فخليكم متابعين معايا، أشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. اعتنوا بحالكم، أنيو أوبانيو.